أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام إلى جولة رمضانية جديدة خلال الشهر الفضيل. جولتنا اليوم مع الشيف شفيق خليف. أهلا وسهلا فيك شيف. حبيبي. طبعا أنت محضر لنا اليوم وجبة غريبة ولكن مميزة جدا. مظبوط. اليوم راح نساوي تورتيا من العدس. هي بشكل عام بنعمل من طحين عادي أو من طحين الذرة. راح نسويها من العدس، كتير صحي العدس وكتير صحية التورتيا راح تطلع. راح نساوي فوقها سلطة مثلاً من أبوكادو، فجل، بندورة، راح نحط فيها نعناع، راح نحط فيها بصل وأعشاب. وجبة صحية جداً. العدس هذا أنا نقعته بمي من امبارح، مفروض يكون شارب مي عشان من قبل بيوم يعني من قبل بيوم بدي أطحنه. فكل شيء تنحنه أنت وبعدين بدك مثل الفلافل لانه يكون منقوع مي شرب مي مش مطبوخ، العدس كمان كذلك، فكل شيء تطحنه مجبور يكون شرب مي. فراح نبلش نحط كل الكميه هاي. قديش كميه فيهم؟ هون تقريبا في 400 جرام. نضيف هاي، بحط عليها ملح، عندي هنا كزبره ناشفه، عندي هنا بودرة التومة، هي لسه بتنطحن كمان مش تومة عادية، بودرة. عندي فلفل أحمر، البابريكا الحمراء، وعندي هنا فلفل أسود. لسه بنفع تضيف كمون، بنفع تضيف كاري، القطع ما فيش فيها تقييد. زيت، وطبعا بدك سائل اللي يساعدك على الطحن. حطحن لسه وراح اضيف سائل شوي شوي تنو يصل اللي عشان سهل عمليه الطحين، وبدي اياها تكون بشكل تطلي ورخوي شوي عشان تقدر تفوتها على القلاوي وتقليها. كثير مهم كيف يكون اللي المنظر تبعها. كثير مهم لما تساوي شيء، كثير مهم انه شوي شوي تدريجيا، انه اذا بتلحق وبيطلع معك رخو فيش كيف تجمدون، انه عدس حضرناه كلياته، فمفضل دائما تساوي الاشياء تدريجيا. كميه الزيت اللي راح تحطها كمان الريحه احلاها كبيره ولا خفيف جدا؟ بنفع امسحها بورقه وازيح الزيت. بهذا الشكل قبل ما تسوي التورتيه مجبور احمصها من الجهتين. راح اشلع السلطه، احضر السلطه حسب اللحم، هي بتفك لحالها بس تستوي راح تفك لحالها. شايفين منظرها كثير بيشبه البانكيك يعني. مزبوط. راح ابلش اول شيء ببلش بالشيري. سلطه، شو المكونات اللي راح استخدمها؟ راح احط شيري مقطع صغير، راح احط فجل، راح احط فيها نعنع، ابوكادو، بصل اخضر، بس تستوي فيك لحالها. بقلبها هاي الجهه، حمرها كمان هاي الجهه. نتركها على نار واطية هنا، رشة فلفل، نخلطها. لما نخلطها شوي شوي عشان الأبوكادو بنشتت معها سيضل محافظ على شكله، قطعناه مكعبات. بنشوف إذا في إشي ناقص. أنا شايف ألوان منيحة، شو رأيك أنت؟ زد لها إشي؟ أعشاب إشي؟ ممتازة. شوية بندورة ممكن ولا ممتازة؟ خلاص؟ لا ما انا شايفها طيب. مجد، اسا عندي سلطه حاضره وعندي التورتيا عدس حاضره. كم مره مجد هاي وجبه؟ ولا مره انا سويتها بالمطاعم او البرامج هاي خصيصا لكم يعني، لانه فهمت انه كثير حابين انه الاشياء تكون غير شكل، فحبيت اسوي لكم شيء مميز كثير صحيه. اسمع مني، اللي بده يحافظ على صحته ياكل اشياء مفيده، هاي الشغلات. التورتيا حاضره، نحطها بالصحن بهذا الشكل. بنجيب على نص الصحن، نمسك السلطه
بنصفطها بالنص. بنفع تقدمها كوجبة أولى، بنفع تقدمها كوجبة رأسية، تعرف الإشي بتعلق بال... يعني ممكن تكون من ضمن ال... مكبلات الداي، وممكن بنفع. تكون كمان لل... بده يكتفي في وجبة اللي هي بنفع. خضرية يعني خلال. بنفع طبعاً بتزيد الوزن، تعرف الأشياء بالوزن كمان تتعلق مرات يعني بهذا الشكل. الشكل بنفع ناخذ شوية بصل أخضر بهذا الشكل من فوق، نرتبه كمان رشة زيت زيتون حلوة وهيك وجبتنا حاضرة اليوم. واو. يعني زي ما شايفين مشاهدينا وجبة عن جد تفتح النفس وصحية جداً، وهيك احنا بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الرمضانية، جولتنا الرمضانية خلال الشهر الفضيل. تابعونا في جولات اخرى، الى اللقاء. شكرا، الى اللقاء.